شاب ساب البيت، ابوه اداله فلوس حق 4 دروس عشان يدفعهم في نهايه الشهر. فشاب لب هدومه ساب البيت. اول ما ساب البيت ومشى في الشارع معاه شنطه الهدوم والفلوس في جيبه، قام رايح جايب علبه سجاير قاعد يحرق فيها. اتصل بواحد من صحبه السوق قال له انا عايزك تجيب لي بقى ايه تشكيلة مخدرات كده ومعايا الفلوس. جاب لي المخدرات، قعد يشرب لغاية ما سطل تماما. تاني يوم فاق شوية، برضه مشى في الطريق الغلط وذهب في طريق الزنا ولا حول زنا، وقع في الزنا ولم يترك معصية إلا وفعلها، وظل على تلك الحال أيام. ثم بعد ذلك اسمع الكلمة دي كده، زهق، مل، زهق، ونفسه ان هو يبطل الحاجات اللي هو عاملها دي، ونفسه ان هو يرجع في البيت ينام على سريره بعد ما ياخد دش كده في الحمام بتاعه ويلبس الهدوم بتاعته النظيفه وياكل من اكل امه بدل اكل الشارع ده. فهو مش عارف يعمل ايه. ابوه غضبان جدا، قلب على الدنيا. فالمهم الابن طلع التليفون وقام اتصل بابوه. ابوه قال له انت فين يا حيوان؟ انت فين؟ سايبني البيت؟ همزعك من بعضك هقطعك حتت. فالابن بيكلم ابوه قال له يا ابي انا بتصل بيك، انا ابنك اللي انت خلفته، ابنك من صلبك، معرفتش حد في حياتي من صغر الا انت، انت ابويا اللي ربيتني. بص يا ابي، ابنك بيحبك ونفسه ان هو يقعد يفضفض معاك. اتكلمت مع ناس كتير بس مش لاقي نفسي معاهم، انا حاسس ان انا هلاقي نفسي لما اتكلم مع ابويا اللي خلفني واللي عارفني كويس. انا طالب منك ان انا اقعد معاك، نفسي اقعد افضفض لك، تعبان وعارف انت تاخد بايدي لان انا ابنك وانت بتحبني. انت عارف الاب يسحب ناعم بعد الكلام ده ولا ما يسحبش ناعم؟ الاب هيزعق له تاني يقول له طب انت فين يا حبيبي؟ طيب تعالى تعالى، انا فاتح لك ايدي وفاتح لك صدري، تعالى تعالى نتقابل. فالمهم الابن يقابل ابوه، طبعا ابوه برضه غضبان. يوم الابن باصص لابوه قال له بص يا ابي، لو انت عاقبتني مش هقول لك لا. عارف ليه؟ لان انا اخطات، انا بعترف، انا اخطات في حق نفسي، اخطات في حق دروسي اللي ما كنتش بروحها، اخطات في حق الفلوس اللي انت اديتهاني كنت بضيعها في الباطل، اخطات في حق امي اللي سبتها الايام دي قاعده تعيط عليا ومش عارف انا فين، اخطات في حق اخواتي ان هم مشوا يدوروا عليا في وسط الشوارع وسابوا النوم بتاعهم، اخطات في حق ربنا، اخطات في حق مدرستي. بس اوعدك، اوعدك ان انا ارفع راسك فوق كتير جدا. وعايز اقول لك ان انا اتعلمت. عارف اتعلمت ايه يا ابي؟ اتعلمت ان سقوط الانسان، سقوط الانسان ليس فشل، انما الفشل ان يستمر في سقوطه. اوعدك ان انا افتح صفحه جديده مع نفسي، افتح صفحه جديده معاك، افتح صفحه جديده مع مدرستي ودروسي والمناهج، افتح صفحه جديده مع والدتي، افتح صفحه جديده مع اي حد. واوعدك ان انا ارفع راسك فوق كتير جدا. ثم بكى هذا الولد، بكى. انا عايزك تتخيل ابوه يعمل فيه ايه. ياخده في حضنه على طول، جزاك الله خير يا ابو يوسف، على طول من غير تفكير، وطبطب عليه كده. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. عايزك لما تروح لربنا، انا مش عايزك تقول له يا رب اغفرني ارحمني اعفو، لا، انا عايزك تبقى صنايعي.